هل تعلم أن الأطباء المسلمين هم أول من أدخلوا نظام الحسبة ومراقبة الأدوية، وانتقل نظام الحسبة إلى أوروبا بعد 4 قرون؟ لقد حفل التاريخ بمآثر الأطباء المسلمين وجهودهم في علم الصيدلة، فقد جرت بعض محاولات لعلماء المسلمين للاستفادة من الأعشاب المحلية، كان من بينها في بارئ الأمر تصنيف ما يشبه المعاجم على هيئة جداول تحتوي على أسماء النباتات المختلفة باللغات العربية واليونانية والسريانية والفارسية والبربرية، وتشرح أسماء الأدوية المفردة. ومن المحاولات التطبيقية في هذا المجال ما قام به عالم النبات والطب رشيد الدين الصوري، الذي كان يخرج إلى المواضع التي بها النباتات يرافقه رسام، فيشاهد النبات ويسجله ثم يريه للرسام في المرة الأولى وهو في طور الإنبات أو لا يزال غضا، ثم يريه إياه في المرة الثانية بعد اكتماله وظهور بذره، وفي الثالثة بعد نضجه ويبسه، ويقوم الرسام بتصويره في جميع هذه الأطوار. ولعل من أهم مآثرهم وجهودهم في بداياتهم لهذا العلم أنهم أدخلوا نظام الحسبة ومراقبة الأدوية، ومن هنا بدأ نقل المهنة إلى تجارة خاضعة لمراقبة الدولة، وكان ذلك في عهد المأمون. والسبب في ذلك أن بعضا من مزاولي مهنة الصيدلة كانوا غير آمنين ومدلسين، ومنهم من ادعى أن لديه كل الأدوية ويعطون للمرضى أدوية كيفما اتفق، نظرا لجهل المريض بأنواع الدواء. لذا أمر المأمون بعقد امتحان أمانة الصيادلة، ثم أمر المعتصم من بعده أن يمنح الصيدلاني الذي تثبت أمانته وحذقه شهادة تجيز له العمل. وبذلك دخلت الصيدلة تحت النظام الشامل للحسبة، وقد انتقل هذا النظام إلى أنحاء أوروبا في عهد فريدريك الثاني عام 648 من الهجرة، ولا تزال كلمة محتسب مستخدمة في الإسبانية بلفظها العربي حتى الوقت الراهن، يقول لويس سيريو. وكانت الحكومة تراقب تلك الصناعة الضرورية لرفاهية أبناء البلاد، وكان الصيادلة مسؤولين عن صلاح الأدوية واعتدال أثمانها. وبذلك كان المسلمون أول من أنشأ فن الصيدلة على أساس علمي سليم، وأقاموا الرقابة على الصيدليات والصيادلة من خلال وظيفة الحسبة. وهكذا كانت إسهامات الأطباء المسلمين في علاج الأمراض تلك التي فاقت إمكانات عصرها، وظلت آثارها باقية وشاهدة على مدى ما وصلت إليه الحضارة الإسلامية في هذا المجال.